وانا صغير كان اسمها حارة حلمي، مش انا اللي طلبت يغيروها لحارة الجنة، بس اي جنة لازم يبقى جنبها نار. صلي على رسول الله. ابليس هيتدخل من قبر وكل واحد فينا هيتبلي ببلد. امي هتغضب في تربتها، امي غضبها وحش، قطعت سنينها. دي مش مقبرة ابليس، دي مقبرة علي بابا. هو صحيح ابليس ما ربهوش، بس واضح ان العرق ده اساس. انا لو فضلت اشرب دم كده مش هيطلع عليا النهار. عنه ما طلع. مش هيلزق في دماغهم ولا يزني فيها غير حاجة واحدة بس. إبليس مات! مملكة إبليس ابتداء من الأحد الخامسة بتوقيت السعودية على الـ NBC1.